ان شاء الله حلقتنا النهارده هتبقى عن تفريزات رمضان. النهارده الحلقه كلها عن تفريزات اللحمه لرمضان. في ناس كتير بيبقى عندها مشغوليات، بتروح شغل، مفيش وقت كافي ان هي تعمل كل حاجه، فبتفضل ان هي تجهز وتظبط حاجتها قبل رمضان. فالنهارده هنقول مع بعض كام حاجه ينفع نفرزها من اللحمه عشان رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض اللحمه، نسلقها ونشيلها في الفريزر. هنعمل كمان كفته مشويه، وهنعمل الكفته البانيه، وهنعمل العصاج، وهنعمل كمان ايه عندنا صنف كمان خلطه الحواوشي. تمام، خمس حاجات النهارده هنعملهم من اللحمه. ان شاء الله تكون الطريقه سهله جدا، كلهم مش هياخدوا منك وقت، بس هيريحوكي بعد كده كتير، ومواعين قليله، ووقت يعني توفري وقت كبير سواء للعباده او لو انت مشغوله وما عندكيش وقت كافي. يلا بينا بقى نبدا الحلقه. واول حاجه هنعملها وهنحطها على النار هي اللحمه المسلوقه. اللحمه المسلوقه من الحاجات اللي ينفع طبعا نشيلها في الفريزر. هنسلقها كويس علشان لما نطلعها نحتاجها مثلا لخضار، نطلعها على طول مسلوقه ونحطها في الخضار ونسوي على طول. تمام، يلا بينا بقى نشوف الطريقه والمقادير. عندنا كيلو من اللحمة، طبعا بتخزني على حسب احتياجك وعلى حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا هقول مقدار الكيلو، حبة تضعفي حبة تقللي براحتك خالص. كيلو لحمة مسلوقة كندوز مكعبات بصل، ودايما وتعودنا ان اللحمة المسلوقة علشان نسلقها هنحتاج لها خمس خضروات وخمس توابل. الخضروات عندنا هتبقى عبارة عن بصل، جزر، طماطم، كرفس، فصين ثوم. تمام، والبهارات هتبقى لورا وحبهان ومستكه وملح وفلفل ورشه بسيطه من السكر. سهل جدا والنتيجه ان شاء الله بتبقى روعه جدا. تمام، هنحط حل على النار وهنحط فيها اللحمه، ولازم اكون غاليه ميه، لازم ميه مغليه. كل ده انا بحاول اخلي اللحمه ما تطلعش العصاره بتاعتها، فتحتفظ بقيمتها الغذائيه وتحتفظ بطراوتها وتقلل لي كميه الريم اللي بيطلع على وش الشوربه. تمام، جربي كده انك تحطي اللحمه في ميه بارده، فهتلاقي كميه الريم اللي على الوش دي بتبقى اكتر من انك تحطي ميه مغليه. ويلا بينا بقى هنحط اللحمه على النار. التقطيع او الحجم لقطعه اللحمه ده براحتك طبعا، على حسب انت بتحبيها كبيره، صغيره، متوسطه. هنحطها في الحلة، بسم الله. تمام، ونجيب المية المغلية. ما ينفعش احط دلوقتي مية باردة، احط مية مغلية، والحلة كانت سخنة عندي. بسم الله. عايزة تشوحي اللحمة بحتة سمنة صغيرة خالص ممكن برضو، مفيش مشكلة. شايفين اول ما الميه المغليه نزلت على اللحمه خلت لون اللحمه اختلف، كانها بتستوي. بصوا اللون اختلف خالص اهو. تمام، هغطي اللحمه بالميه واسيبها تغلي كويس، واول ما تغلي هبتدي الم الزفره او الريم اللي بيطلع على الوش قبل ما احط كل المكونات اللي عندنا دي. تمام، وعلى بال بقى ما تغلي تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه تاني عشان نخلينا كده في سرعه في الاداء. حتى في البيت برضو يبقى مرتبين نفسنا، كل ما رتبنا نفسنا كل ما الوصفة معانا ما أخدتش مننا أي وقت خالص. تمام، ونبص كده على اللحمة اللي بتتسلق، هتبتدي تغلي وابتدت تطلع الريم. أنا بقى لما تغلي كويس هشيل الريم وابتدي أحط كل البهارات وكل الخضروات اللي عندنا فيما عدا الملح. هنأجل الملح خالص لغاية ما اللحمة تخش في السوى. هبتدي احط الملح علشان ما ياجليش عمليه التسويه بتاعتها. يلا بينا بقى اللحمه غليت. تمام، اهي شايفين لقيتي عليها مع الوش ريم بتشيليه، مفيش مشكله. خلاص هنبدا نحط كل الخضار. احنا قلنا خمسه خضار، ادي الطماطم والجزر، البصل طبعا التقطيع اللي انت حباها، وادي كمان الكرفس. والكرفس بيدي طعم حلو جدا وريحه حلوه قوي للشوربه. تمام، عندنا كمان فصين من الثوم، ممكن بالسكينه بس كده اديها فتحه بسيطه بحيث ان هي تطلع الطعم بتاعها. واحط كمان كده، خلصنا الخضار. هنحط بقى البهارات، ورق لورا، وعندنا حبهان، والحبهان برده عشان يطلع ريحته لازم يا نقسمه يا نحطه باودر. تمام كده،
انا بحب البودر علشان يعني لو سهيتي عن واحده كده وجت في الشوربه او جت في الخضار ما تبقاش طعمها صعب شويه. ونحط كمان يلا المستكه، واحط رشه السكر والفلفل. تمام، رشه السكر يعني حوالي ربع معلقه صغيره، واحط الفلفل، وباقي عندي حاجه واحده بس وهي الملح. تمام، هنخلي الملح لما كل اللحمه تدخل في السوى. تمام، هنبتدي نضيف الملح ونسيبها ربع ساعه وبعدين نشيلها من على النار. دلوقتي بقى الريحه هتطلع جميله جدا، ريحه الخضار مع اللحمه، ولون الشوربه نفسه هيختلف ويبقى بجد في منتهى الجمال. هنغطي وتغلي ونهدي النار ونسيبها تستوي براحتها. تمام، وقت تسويه اللحمه بتختلف من نوعيه لنوعيه ومن قطعيه لقطعيه، تمام، ملهاش وقت معين. وتعالوا بينا بقى نشوف اللحمه المسلوقه. تمام، اول ما الاقيها خلاص دخلت في السوى هضيف لها الملح بتاعها، مش هخليها تستوي سوى كامل، هنخليها ثلاث ارباع سوى، عشان احنا لو هنضيفها هي طبعا دي اللي هتضاف في الخضار. تمام، ما ينفعش كباب حله، ما ينفعش اي حاجه ثاني غير انها تتحط مع الخضار، فهنخلي الربع ساعه او الربع وقت التسويه هيبقى مع الخضار، فهنخليها ثلاث ارباع سوى بس. هضيف لها الملح. تمام، احنا كنا ضايفين لها كل حاجه، هسيبها بس مع الملح شويه واطفي عليها واسيبها بقى تبرد خالص قبل ما اعبيها في اكياس واحطها في الفريزر. ورجعنا لكم تاني، كيست انا الدنيا كلها خلاص وخلصت. دي اللحمه المسلوقه اهي، شايفين لون الشوربه عامل ازاي وريحتها بجد في منتهى الجمال. هتقسمي طبعا اللحمه على حسب ما انت بتحبي، بس بعد ما تبرد وتعبيها في اكياس وتحط في الفريزر وتطلعي تضيفيها على طول في اي خضار انت تحبيه، وبالف هنا يا رب.